هذا اللي كنت حاس فيه متخوف منه. اهدى حمد اهدى، ازمه وتعدي. شلون تعدي؟ اقولك خلاص استبعدوني البطوله تقولي تعدي، ايش فيك انت؟ خلاص انا انتهيت. حمد كل شيء راح يتعوض ان شاء الله، خيره. انا اسف تصرفت عليك، بس حاس نفسي مخنوق. ما احب اشوفك مضايق ومنكسر، انت وايد قوي، انا واثقه فيك، كل شيء راح يتعوض. بس في شيء واحد ما يتعوض، تدري شنو هو؟ شنو؟ أنت. إي أنت ما تتعود. عشان كذي أقول لك ما أحب أشوفك منكسر. إذا مو عشان، ومو عشان خالتي سلوى، عشان نفسك. ترى لها حق عليك. كان زين يوم دعمتيني طلعت روحي ولا أشوف نفسي أنا كذي مربط. حمد استغفر ربك، إيش هالحكي؟ نورة أنت مو راضية تفهمين. أنت اللي مو راضي تفهم اللي صار لك مكتوب حمد. تولي البطولات، يولي كل شيء، أهم شيء صحتك ونفسيتك. أنت ليش مو راضي تفهم؟ أنا برد البيت. أوكي، راح أردك بس عندي شرط، توعدني الحين راح تهتم بنفسك وما تشغل تفكيرك إلا بعلاجك. أوعدني الحين، وإذا ما وعدتني ما راح أردك. شوف لك تاكسي.